الوظيفي والمعرفة لأسرة التكوين المهني والتعليم المهنيين على المجهودات المبذولة لاستقبال الفئات المختلفة من طالبي التكوين، متمنى التوفيق للجميع، وأعلن رسميا عن دخول التكوين المهني دورة أكتوبر 2024. شكرا على كرم الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تشرف ويتشرف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العجين مدود باحتضان الفعاليات الرسمية لانطلاق الدورة التكوينية أكتوبر 2024. إذا تم تخصيص أكثر من 6550 منصب بيداغوجي خلال هذه الدورة بمختلف أنماط التكوين وبتخصصات جديدة فتحت لأول مرة على مستوى هذا المعهد أو على مستوى القطاع للتكفل بطالبي التكوين من مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين. جديد هذه التخصصات كانت مختلفة في الانتاج الصيدلاني والذي فتح لأول مرة على مستوى الغرب الجزائري بعد افتتاحه لأول مرة على مستوى ولاية بومرداس، وهذه ثاني مرة في هذه الدورة. عندنا كذلك زراعة الأشجار المثمرة على المستوى الخامس، عندنا إنتاج أو المنتجات الحليبية ومشتقاتها يعني بمعية الشريك الاقتصادي جيبلي على مستوى ولاية سيدي بلعباس، وكذلك تخصص تربية المائيات الذي فتح لأول مرة والذي كان ناتجا عن اتفاق الشراكة الذي أبرم مع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بتاريخ آذرين 2024 بحضور السيد الوزير وبحضور السيد ولي الولاية على مستوى ولاية سيدي بلعباس. نسبة التسجيلات فاقت 97.86% في مختلف التخصصات. السيدة عبار رازية مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العجين مولود. اليوم إن شاء الله احتضن المعهد الدخول الرسمي لدورة أكتوبر 2024. كان هناك فتح تخصصات جديدة على مستوى ولاية سيدي بلعباس كتخصص الإنتاج الصيدلاني. تعداد المستمرين المتكونين المستمرين على مستوى المعهد 382 متكون. المسجلين الجدد عندنا 283 مسجل جديد على مستوى المعهد في عدة تخصصات. برمج المعهد عدة تخصصات في الأنماط التكوين، نمط الحضوري 3 تخصصات ونمط التمهين 4 تخصصات. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.